أثابكم الله. هذا سؤال أيضا عن طريق الموقع، يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة مع الإمام، وما الحكم إذا لم يقرأها؟ الراجح والله أعلم ما ذهب إليه الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، أنه في الصلاة السرية يجب على الإمام أن يقرأ الفاتحة، وفي الصلاة الجهرية إذا جهر الإمام فالمأموم ينصت ولا يقرأ، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأها في الجهرية في سكتات الإمام فهذا أحوط، لكن لا ينازع الإمام القراءة. نعم.